بحضراتكم مشاهدينا الكرام ومشهد جديد نناقشه على الهواء على شاشة قناة النيل. نتحدث عن أزمة اللاجئين السوريين التي أصبحت تلقي ظلالها على الأوضاع ليس في المنطقة فقط ولكن في أوروبا أيضا، وأصبحت تنذر بكثير من الجدل والأزمات في تعامل واتجاهات رؤساء الدول الأوروبية ورؤساء وزراء وحكومات الدول الأوروبية في التعامل مع هذه الأزمة، ما بين من يتشدد في استقبال اللاجئين السوريين إلى المنطقة الأوروبية وما بين من يريد أن يقدم المزيد من التسهيلات لاحتواء هذه الأزمة ومن يريد أن ينقل الأزمة برمتها إلى تركيا باعتبارها المنفذ لعبور اللاجئين إلى القارة الأوروبية. بالتأكيد تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال مؤتمر دولي لدول وقادة قادة دول التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في روما اليوم، أشارت أيضا إلى نجاح تنظيم دول التحالف في مواجهة داعش الفترة الأخيرة، وقال إن الحرب ضد داعش طويلة الأمد. بالتأكيد أشار أيضا إلى أزمة اللاجئين السوريين والفارين من ويلات الحروب والصراعات والنزاعات في بلادهم خاصة سوريا والعراق. إذن داعش جزء من الأزمة، وأيضا هي في النهاية تعد الهدف لإنهاء هذه الأزمة من خلال القضاء على هذا التنظيم. يشرفنا في هذه الحلقة بالحديث تحليلا الأستاذ سليمان نجودة الكاتب الصحفي، أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا. نتابع تقرير حول هذا الموضوع بشكل تفصيلي وبعده نبدأ نقاشنا حول هذا الموضوع مع ضيفنا في استوديو المشهد. محاولات لإيجاد حلول لأزمة اللاجئين السوريين، أكدت الحكومة الإيطالية على لسان رئيس وزرائها ماتيو ريندي أنها أعطت الضوء الأخضر بشأن المساهمة في تحويل مساعدات مالية أوروبية بنهاية الشهر الجاري لتركيا أقرها الاتحاد الأوروبي، تبلغ 3 مليارات يورو تخصص لدعم سلطات أنقرة في إدارة أعباء اللاجئين. من جانبه أكد المتحدث باسم الحكومة البريطانية عن أن مؤتمر المانحين لدعم سوريا والمنطقة 2016 المزمع عقده بعد غد الخميس يهدف لتأمين مليارات من الدولارات من أجل تقديم مساعدات إنسانية ملحة للاجئين السوريين خلال هذا العام، ومناقشة ملف إعادة إعمار سوريا بعد تشكيل حكومة جديدة تمثل جميع السوريين. يشار إلى أن بريطانيا استجابت للأزمة السورية منذ بدايتها وقد رصدت 1.5 مليار مساعدات، وتمثل أزمة اللاجئين السوريين عبئا كبيرا على دول الجوار الذين اضطروا إلى استضافة أعداد كبيرة منهم، حيث أكد الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن أن بلاده تعاني ضغطا هائلا على الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية والاقتصاد الأردني بسبب تدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين على أراضيها، محذرا في الوقت ذاته من انفجار الوضع عاجلا أم آجلا. وطالب الملك المجتمع الدولي تقديم المزيد من المساعدة إذا أراد أن تستمر الأردن في استقبال اللاجئين على أراضيها. كما أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف بأن عدد النساء والأطفال وللمرة الأولى منذ بدء أزمة اللاجئين والمهاجرين الوافدين إلى أوروبا بلغ ما يصل إلى 60% من عدد العابرين للحدود من اليونان إلى مقدونيا. أهلا بحضراتكم مرة أخرى وبنرحب مجددا بضيفنا الأستاذ سليمان جودة الكاتب الصحفي. يعني أستاذ سليمان، بتأكيد كلمة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال مؤتمر تنظيم الدولي ضد التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، يعني تناولت أزمة اللاجئين السوريين بشكل أو بآخر باعتبار أنه تحدث عن ضرورة حل الأزمة سياسيا وأعطاء فرصة لعملية انتقال سلمي في إطار محادثات جنيف الجارية حاليا. هل بتعتقد أن التعويل على الحل السلمي أو السياسي يعد كافيا من وجهة نظرك، أم أن الأمر بيحتاج أيضا إلى اتخاذ إجراءات أخرى أكثر حسما؟ لا، هو طبعا التعويل على الحل السياسي كافي، لكن المشكلة أن احنا بنعول على الأمريكان أو على الدور الأمريكي في هذه المسألة ولا ننتبه إلى أنه التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد داعش
في سوريا وفي العراق، وده بقاله حوالي سنة دلوقتي، ده تحالف زائف يعني حتى الآن لم يؤدي إلى أي شيء على الأرض. التحالف ده نشأ بقاله تقريبا سنة، والمقاومة التي يبديها للداعش أو للدواعش هي مقاومة شكلية وصورية، ومقاومة في وسائل الإعلام، ومقاومة على صفحات الجرائد. أما على الأرض فأي حد يديني أمارة إنه الأمريكان استطاعوا أن يقللوا، مش يقطعوا على الداعش، يقللوا من تأثير داعش، هذا التنظيم الإرهابي الذي نشأ في الأصل برعاية وبأيد أمريكية، والتاريخ سوف يثبت هذا. فمن الممكن جدا أن احنا كعرب نعول على الحل السياسي في سوريا، لأنه لا حل غيره، لكننا لا يجب أبدا أن نعول على الحل الأمريكي أو على النصيحة الأمريكية أو على الدعم الأمريكي. تمام. لأن الأمريكان لهم مصلحة في أن تبقى داعش وفي أن تتوسع داعش في المنطقة. طب يعني إذن ما هي الدلالات من تصريح جون كيري خلال المؤتمر الصحفي منذ قليل بأنه التحالف الدولي ضد تنظيم داعش حقق تقدما كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وأنه زادت عدد الدول المشاركة فيه بعد انضمام أفغانستان بلغ 66 دولة؟ المسألة مش بعدد الدول المنضمة إلى التحالف، المسألة بما أحرزه التحالف من تقدم على الأرض، هذا لم يحدث بأي شكل. تمام. ولذلك يعني علينا أن يعني ننحي هذه التصريحات الأمريكية جانبا، وأن تكون المسألة السورية في أيدي عربي، لأنه المتأمل للوضع الآن يكتشف أنه هؤلاء المجتمعين في جنيف سواء من النظام الرئيس الأسد أو من النظام أو من المعارضة السورية، الحل الذي أو الذين يدفعونهم إلى مائدة التفاوض أو الكلام أو الحديث كلهم إما من الغرب أو من الأمريكان أو من الروس، والوجود العربي من حيث التأثير ومن حيث الضغط ومن حيث البحث عن حل حقيقي ليس له أثر. فامبارح على فكرة كان في مقال مهم للدكتور مأمون فندي في صحيفة الشرق الأوسط التي تصدر في لندن، بيتكلم على أنه هذا مقال مهم، وكل مهتم بمسألة السورية لابد أن يعود إليه، لأنه بيقول باختصار أنه على الرؤساء العرب أن يتحملوا المسؤولية وأن يكونوا أهلا للمسؤولية تجاه المسألة السورية. نعم. وأن يكونوا مثل الرؤساء أو الزعماء الأوروبيين الذين لم يسمحوا لمسألة البوسنة أن تطول عندهم وأوجدوا لها حلا. سوريا أو المسألة السورية يجب أن تكون في أيدي عربية، وعلى الرؤساء العرب أن يجعلوا حلها في أيديهم، وهو ممكن بالمناسبة، لكن محتاج إلى إرادة عربية، إرادة من جانب الحكومات العربية، إرادة من جانب الزعماء والرؤساء العرب يدركون بها أن سوريا التي يبلغ تعداد سكانها 22 مليون نسمة الآن نصفهم تقريبا إما لاجئ في دول أوروبا وإما نازح داخل سوريا نفسها من منطقة إلى منطقة أقل خطورة، وإما في دول الجوار ومنها أو أهمها الأردن. فيعني هذا عار سوف يلحق بنا كعرب، لأنه ما يحدث في سوريا كما قالت حتى تصريح بيانات الأمم المتحدة هي أكبر مأساة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية. نعم. فكيف تسمح الحكومات العربية وكيف يسمح الرؤساء العرب أن تبقى هذه المسألة السورية على حالها، بل تزداد اشتعالا؟ طيب هل يوميا من المواطنين السوريين ومن الوطن السوري ومن البلد من الدولة السورية ولا النظام بيدفع الثمن ولا الحكومة السورية بتدفع الثمن؟ الذي يدفع الثمن هو الدولة السورية وهو الوطن السوري المواطن السوري بالتأكيد. هل تلويح جون كيري بأن الحرب ضد تنظيم داعش ستكون طويلة الأمد يعني من وجهة نظرك أن هناك رغبة أمريكية في بقاء الوضع على ما هو عليه، وبالتالي استمرار أزمة اللاجئين، لأن الحرب في المنطقة بتعني أنه الاستقرار لم يحن وقته بعد، وبالتالي هناك المزيد من اللاجئين والفارين من منطقة سوريا باعتبارها مركز للقلاقل والصراعات. ده مش أول تصريح أمريكي على فكرة في هذا الاتجاه، هناك تصريحات مماثلة لقادة عسكريين بقى مش لسياسيين زي جون كيري. نعم. قادة عسكريين أمريكان قالوا أن المسألة في حاجة إلى عشرات السنين، يعني حاجة مخيفة، وده يبين لك انه يعني كيف يمكن لدولة بحجم الولايات المتحدة الامريكية
أن تكلمنا على أنها عشان تقضي على تنظيم لا أحد يعرف أصله منفصله محتاجة العشرات السنين. يعني ده استخفاف بعقل المتلقي لهذا الكلام من أي مسؤول أمريكي. ولأن هناك رغبة حقيقية أمريكية في أن يبقى داعش في هذه المنطقة كتنظيم إرهابي. ولعلنا نلاحظ أنه لما ضاق عليه الخناق انتقل جزئيا إلى أجزاء من الأرض الليبية. تمام. وكأنهم يريدون أن تكون الأرض ليبيا بمساحتها الشاسعة هي الملعب المقبل لهذا التنظيم الإرهابي. لكن المسألة زي ما قلت حق في البداية وفي النهاية لابد أن نقطع الطريق على الذين يريدون لداعش أن تبقى في المنطقة. وعلينا أن نتذكر دائما أن داعش كتنظيم إرهابي ظهر في اللحظة التي سقط فيها الإخوان في مصر. هذه مسألة لابد أن تكون أمام أعيننا، لأنه زي ما بقول لك أنه ده هذا هو المشروع البديل. يعني المشروع الأساسي لتفكيك المنطقة هو أن يكون الإخوان في يعني رغم ما تثيره أزمة اللاجئين من يعني متاعب اقتصادية في أوروبا وفي العالم كله وأضرار بالاقتصاد العالمي، يعني هل الولايات المتحدة لا تعطي بالا لكل هذه الأضرار أو النتائج الكارثية غير المباشرة التي ربما هي يعني تعاني من جزء منها في مقابل رغبتها في تفكيك المنطقة؟ لا، مش لا تعطي بالا، لأنه يعني الغرب او اوروبا تحديدا جزء من المؤامره مع الامريكا. يعني طبعا كلمه المؤامره الواحد بي 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 لا يحب ان يكررها او حتى يذكرها، لانه لما تكتشف مثلا انه الالمان او المستشاره ميركل قررت صرف 750 يورو شهريا لكل لاجئ سوري على ارضها، ولما تكتشف انه وكانها بتساعد اللاجئين على ان ياتوا اليها، يعني المنطق والعقل يقول انك انت كاوروبيين او كحكومه حتى المانيه او كالمان اذا كنت راغب فعلا في حل المشكله تتعامل مع جذورها، يعني تمنع تتعامل مع الاسباب التي تدفع السوري لان يلجا اليك، مش تظل تستقبل اللاجئين وتسيب الاسباب كما هي. وكانه القصد هو تفريغ سوريا من سكانها. يعني كانه ده في القصد في النهايه هو الهدف. تمام. وتصور انه في النهايه انه الالمان لما يدخلوا او الاوروبيين بشكل عام يدخلوا مع الاتراك في صفقة يتحول فيها السوري أو اللاجئين السوريين إلى سلعة، يعني أصبح الآن الأوروبيين قرروا أن يعطوا الأتراك عدة مليارات من الدولارات في سبيل أن تحتفظ تركيا باللاجئين السوريين على أرضها. في المقابل تركيا قالت أنه لا مانع لديها بشرط أن الإجراء ده يسهل بالنسبة لها الدخول عضوا في الاتحاد الأوروبي. يعني هي صفقات بتحدث في الكواليس بيتم استخدام أزمة اللاجئين صفقات بقى، يعني نعم. العنصر والسلع فيها بشر. تمام. صفقات تجارة، يتصور أن اللاجئين السوريين اللي هم صفقات سياسية. سياسية. نعم. السلعة فيها التي تباع وتشترى هو اللاجئ السوري. ده الخطر في الموضوع، وده اللي يجب أن على كل حاكم عربي أن يتحلى بالمسؤولية الكافية. وهنا القاهرة لها دور، لابد أن القاهرة يبقى لها رؤية واضحة ومعلنة بالنسبة للأزمة السورية. أين تقف القاهرة وما هو الحال الذي تراه وأي أرض بالضبط هي تستقر عليها؟ لأنه هناك كلام عن أنه موقف القاهرة غامض من هذا الموضوع، وده لا يجوز، لأنه سوريا ومصر كان دائما زمان يقول لك أنه هناك ثلاث عواصم مهمة في المنطقة، القاهرة، دمشق، الرياض. الآن ربما يكون هناك نوع من الاختلاف إلى حد ما بين القاهرة وبين الرياض حول الرؤية للمسألة السورية وحلها، لكن حتى تعود دمشق إلى تسترد عافيتها لابد أن ندرك أنه غياب دمشق له تأثير كبير جدا على الأمن القومي المصري، وأنه القاهرة لابد أن تكون مش مجرد حاضرة في مفاوضات الحل، لابد أن تكون حاضرة وفاعلة ولها رؤية مطروحة. بالتأكيد. طيب، من المفترض أن يوم الخميس المقبل يعقد مؤتمر في بريطانيا لمنح المنطقة والدول المحيطة بسوريا أموال طبعا لمساعدة اللاجئين ومساعدة هذه الدول في تجاوز الآثار الناجمة عن الحرب في سوريا. ما هو المتوقع إذن من المجتمعين في هذا المؤتمر؟ يعني المفترض أنه يتم جمع 7.73 مليار دولار أمريكي
بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار أخرى لحكومات المنطقة للتعامل مع تأثير النزاع في سوريا. ده برضو ليس حلا، يعني توفير إعانات أو مساعدات للدول التي تتلقى اللاجئين السوريين ليس حلا، بالعكس ده هو إطالة لأمد المشكلة، إطالة لأمد هذه المعضلة، لأنه أنت وكأنك لما تدي مثلا الأردن أو تدي تركيا أو تدي أي دولة تتلقى لاجئين مساعدات، وكأنك بتقول لها يعني استقبلي المزيد من اللاجئين. يعني إنما الحل الحقيقي هو أنك أنت تمنع الأسباب أو تقضي على الأسباب التي تدفع السوري إلى أن يغادر بلده. وده الأمريكان على فكرة مدركين ده جيدا، و هيلاري كلينتون المرشحة الأمريكية في الانتخابات المقبلة الرئاسية في أمريكا مرة قالت إن هي حكومة بلادها أو الرئيس الأمريكي أوباما يجب أن يضغط على الأتراك من أجل ضبط الحدود التركية السورية حتى لا يأتي منها المنضمون إلى داعش أولا بأول. الجميع يعرف أن هؤلاء الذين ينضمون إلى داعش يأتون عبر حدود تركيا، والجميع يعرف أن تركيا لها دور كبير في بقاء هذا التنظيم، ليس فقط في بقائه وإنما في تغذيته وفي مساعدته بالمال وبالسلاح، لأنها حتى البترول الذي يستولي عليه هذا التنظيم يباع عن طريق تركيا، والعالم كله يعرف هذه الحقيقة، ومع ذلك يتفرج. يعني في مصالح نقطة بين بعض الدول لإبقاء الوضع على ما هو عليه. نقطة البدء هو ضبط الحدود بين سوريا وبين تركيا، لأنه سوريا إذا كانت لها حدود غربية مع البحر المتوسط أو مع لبنان فهذه الحدود لا تأتي منها أي عناصر لداعش. في الشرق مع العراق ربما يأتي يتسلل منها بعض الدواعش، لكن في الجنوب مع الأردن هذه أظن محكمة، لكن الأصل الداء هو أو البوابة المفتوحة طول الوقت لإمداد داعش بأسباب الحياة تأتي عبر تركيا في الشمال، تمام، على حدود تمتد ل 900 كيلو تقريبا. فضبط هذه الحدود كافي وحده بأن يقضي على هذا التنظيم في العراق وفي سوريا معا، لكن هذا في حاجة إلى إرادة دولية، وإرادة دولية تتاجر بالمسألة ولا تريد أن تحلها، ولذلك في الموضوع يعود مرة أخرى إلى أن يكون أو يجب أن يكون قضية عربية خالصة. يعني حضرتك بتعتقد أنه لن يكون هناك جديد في مؤتمر لندن الخميس المقبل عن مؤتمر المانحين اللي عقد في الكويت في عام 2015؟ هو مجرد يعني توفير مساعدات للاجئين في الأرض التي يلجؤون إليها أو الدولة التي يلجؤون إليها، سواء في تركيا أو في غير تركيا أو في الأردن، لكن ده ليس حل، هو تعامل مؤقت مع المشكلة. التعامل الأساسي هو يكون مع جذور المشكلة وليس مع أعراضها أو مع ظواهرها. طيب إذا نظرنا إلى تعامل الاتحاد الأوروبي مع هذه الأزمة بنجد أن هناك الحقيقة تباين وانقسام في مواقف بعض الدول. يعني هناك دعوة أو مطالبة من جانب المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا لمبدأ اقتصام الأعباء عبر توزيع الحصص، أو يعني اللي هي عشرات الألاف من اللاجئين، في مقابل تسامح ألماني فرنسي سويدي هولندي في استقبال الفارين من هذه الحروب، والتلويح بعقوبات مادية على الدول اللي بتستفيد من أموال الاتحاد الأوروبي لأعضائهم. يعني هذا التباين كيف تفسره؟ يعني هل هو بيعكس فعلا زي ما حضرتك ذكرت منذ قليل أنه هناك مؤامرة مشاركة فيها أوروبا، أم أنه بالفعل هناك معاناة وأثار سلبية مترتبة على أزمة اللاجئين بتعاني منها بعض الدول الأوروبية؟ لا، هو يعني هذا التباين في الموقف المواقف الأوروبية تجاه تلقي أو استقبال اللاجئين طبيعي، لأنه معتمد على ظروف كل بلد من ناحية الاقتصادية. يعني المجر هي أكثر الدول تشددا في رفض اللاجئين، تمام، وكذلك معها بولندا وبعض الدول الأخرى. إنما ربما ده يعود إلى خوف من جانب هذه الدول وهي قليلة العدد جدا على مواردها الاقتصادية اللي هي لا تحتمل أن يأتي آخرين يشاركون أصحاب البلد الأصليين في هذه الموارد. نعم. إنما على مستوى الدول الكبيرة الغنية زي فرنسا أو ألمانيا أو حتى بريطانيا، كل هذه ودول الشمال الأوروبي، كل هذه الدول مش فقط بتستقبل اللاجئين وتتعامل معهم حتى من الناحية الإنسانية، هي بتشجع وتحمس اللاجئين على أن يأتوا إلى أرضها.
وزي ما قلت لحضرتك انه التعامل مع تركيا او التفاهم مع تركيا على انها تستبقي الجزء الاكبر من هؤلاء اللاجئين على ارضها كان الهدف منه فقط هو نوع من المتاجرة بالقضية مش حلها، لانه حلها لن يكون ابدا في تركيا ولن يكون ابدا في المانيا ولن يكون في فرنسا ولا في اي دولة اوروبية، حلها على الارض السورية تمام بايد عربية. طيب ما عدا ذلك انت بتتكلم في تفاصيل القضية وليس في جوهرها. طيب هل هذه التباينات في مواقف الدول الأوروبية قد يمتد تأثيرها مثلا إلى اتفاقية شنغن للمرور بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو حتى إلى لائحة دبلن الخاصة بتنظيم اللجوء السياسي إلى أوروبا؟ وده كلام متقال لأنه شنغن اللي بتشمل حوالي 27 دولة أوروبية يعني كانت مهددة من فترة أنه بعض الدول بتقول أن هي إذا كان الاتحاد الأوروبي أو مجموعة الشنغن مش قادرة على حماية حدودها فكل دولة تستطيع أن تحمي حدودها وحدها. وده يمكن نشأ بعد الإرهاب الذي ضرب فرنسا سواء في يناير قبل الماضي أو في نوفمبر الماضي. في فرنسا كانت طبعا هي أكثر الدول الأوروبية تأثرا بضربات الإرهاب اللي ضربها مرتين في سنة واحدة وبشكل عنيف وقوي جدا، وطبيعي كان جدا أنه الفرنسيين يتبنوا حكاية أنه لابد من ضبط الحدود، لابد من مراجعة حتى تأثير الشنغن إذا لزم الأمر. لكن في النهاية هم بيتكلموا عن حدود لابد من ضبطها، بيتكلموا عن معاهدة بتنظم الانتقال بينهم كلهم ك 28 دولة. إنما ما يجب أن احنا ننتبه إليه أنه هؤلاء اللاجئين السوريين في أغلبهم رايحين هناك بحثا عن مجرد مكان يلزون به مش إرهابيين، علشان نتكلم على أنه شنغن بتواجههم بتعديلات فيها. من الممكن جدا طبعا أن هناك إرهابيين يستغلوا هذه المسألة ويندسوا بين اللاجئين ويمارسوا أعمال إرهابية ثم تحسب هذه الأعمال على اللاجئين، في أن هم في كلهم مجرد باحثين عن مكان آمن لا أكثر ولا أقل، باحثين عن حياة في أرض أخرى لم يجدوها على أرض على أرضهم في سوريا. لماذا لا ينتقلوا مثلا إلى بعض الدول العربية المستقرة نوعا ما؟ يعني لماذا الانتقال إلى أوروبا في الفترة الأخيرة؟ يعني مصر استقبلت الحقيقة أعداد كبيرة من اللاجئين، لكن هناك دول عربية ربما حتى الآن لم تبدي استعدادها لاستقبال نفس هذه الأعداد أو المساعدة في حال الأزمة. يعني الأسباب الأمنية مخوفة الدول العربية وتحديدا دول الخليج، لكن لا ننكر أنه السعودية لديها عدد كبير من اللاجئين السوريين، وقالت ده وأعلنته. الكويت كان لها دور مهم في مؤتمر المانحين عقد كم مرة على أرضها، وده الحقيقة دور لابد أن يذكر للكويت لأنها ساهمت بشكل كبير في الحد أو التخفيف من متاعب اللاجئين في الأرض التي يلجون إليها سواء في الأردن أو في غيرها. ودول الخليج قدمت الحقيقة 900 مليون دولار يعني من خلال جمعيات خيرية وتبرعات فردية لمساعدة اللاجئين، لكن هي لا تسمح باستقبالهم. يعني لا بتستقبل بس في حدود، لأنه زي ما حدود المسألة أمنيا بالنسبة لهم فيها هواجس معينة. هنا في مصر في ملايين من السوريين، والحقيقة على فكرة هم يعني مش مجرد قاعدين يعني على المجتمع ده، بيشتغلوا فعلا وبيكسبوا واصبحوا اصحاب مشروعات الحياة التجارية واندمجوا في المجتمع. المصريين مدعوون ان هم يتعلموا منهم يعني في كل منطقة يتواجد فيها اللاجئين السوريين في مصر اصبحوا اصحاب مشروعات عاملة ومنتجة ومربحة كمان. يعني هم الحقيقة ضيوف كرام يعني وأشقاء يعني الحقيقة لحين انتهاء أزمتهم بسلام إن شاء الله. لكن لو كلمنا عن بعض الأخبار اللي بتوضح أساليب التعامل الأوروبي مع أزمة اللاجئين ونحللها مع بعض، في خبر بيتكلم عن اقتراح قدمه الاتحاد الأوروبي لليونان بشطب جزء من ديونها مقابل استضافة اللاجئين. تفسير حضرتك إيه لهذا الاقتراح؟ هو بالظبط زي الاقتراح اللي قدم لتركيا. هو الاقتراح ما هو في بروكسل لما استدعوا هناك رئيس وزراء تركيا الاتحاد الاوروبي وقرر تقديم عدد من المليارات اليوروهات في سبيل انه الاتراك يحجزوا عندهم العدد الاكبر من اللاجئين السوريين. هو ده طبعا، بس اليونان لما تيجي تقارنها بتركيا في فرق، لان اليونان دوله عندها متاعب اقتصادية كبيرة جدا وكانت على حافة الإفلاس من سنة أو اتنين،
إنما تركيا كدولة دولة في مجموعة العشرين أكبر 20 اقتصاد على مستوى العالم هي واحدة منهم، فهي تستطيع أن تتحمل ده لكنها بتفاوض وتتلاعب بالمسألة سياسيا. هي ليهم ما العبء الاقتصادي لأنها تستطيع أن تحتوي أو تستوعب المزيد من اللاجئين السوريين، اقتصادها يسمح بهذا، لكنها عايزة في مقابل ده أن هي تقدر تتغلب عن مشكلة أن تصبح عضوة في الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي لا يزال حتى الآن يلاعبها، والألمان تحديدا كانوا ضد أن تدخل تركيا عضوا في الاتحاد الأوروبي. وفي تصريح أخير لميركل المشاورة الألمانية بتقول أنه الأتراك أمامهم مسافة طويلة أو أمامهم مسافة طويلة حتى يصبحوا عضوا في الاتحاد الأوروبي. أردوغان يعني مستعد لأن يفعل أي شيء في مقابل أن يصبح بلده عضو في الاتحاد الأوروبي، مستعد أن يستقبل سوريا بكاملها مش لاجئين بس حتى يصبح عضو في الاتحاد الأوروبي. هي بتستضيف الحقيقة حاليا أكثر من 2 مليون لاجئ سوري. نعم. طبعا لكن هي لا تستضيفهم علشان سواد عيونهم، وتركيا مش فاتحة جمعية خيرية ولا الألمان عاملين جمعية خيرية عشان يرعوا اللاجئين السوريين، هم بيستخدموا هؤلاء اللاجئين ويحولوا اللاجئ السوري الى صفقة سياسية في اخر المطاف. يعني يمكن ايضا الحديث عن ضغوط اللي بيمارسها الاتحاد الاوروبي على اليونان امتد الى تهديدها بفصلها عن منطقة شنغن في حال عدم قيامها باتخاذ اجراءات رادعة لوقف تدفق اللاجئين الى اراضيها. لكن الحقيقة وزير الهجرة اليوناني يعتبر ان فصل بلاده عن منطقة شنغن لن يوقف تدفق اللاجئين، وبالتالي واضح ان هناك ازمة في اوروبا في التعامل مع موضوع اللاجئين. يعني اذا تحدثنا عن اقتراح وزير المالية الالماني فولفغانج شويب بفرض ضريبة على البنزين لزيادة الميزانية المخصصة لمواجهة أعداء اللاجئين، يعني تقييمك لهذا الاقتراح إيه من وجهة نظر؟ ما كل ذا يعني كل ذا يعني الأمريكان أو الغرب مستعد لأن يدفع للألمان حتى يستوعبوا اللاجئين وحتى يستطيعوا أن يتحملوا العبء الناتج عن وجود اللاجئين على أرضهم. وحكاية تهديد الاتحاد الأوروبي بأنه ممكن أن يستبعد اليونان من مجموعة الشنغن أو من الاتحاد الأوروبي، ده كلام لا تستطيع أوروبا أو الاتحاد الأوروبي أن ينفذه، لأنه حتى عندما كانت اليونان على حافة الإفلاس لم يجد الاتحاد الأوروبي أمامه مفر من أن ينقذ اليونان وأن يتدخل وأن يمنحها المساعدات وأن يظل، لأنه هي دولة في النهاية على اتصال مباشر بأوروبا ولا تستطيع أن تستبعدها لأنها جزء من الأرض الأوروبية. ده في النهاية هو مجرد تخويف لليونان حتى يعني تستطيع أن تحجز أو تحتجز العدد الأكبر من اللاجئين على أرضها، إنما سواء ده تم مع اليونان أو تم مع الأتراك أو تم الألمان واقتراح الوزير المالية بضريبة، كل ده يعني في النهاية إحنا لا نتعامل أو الحكومات الأوروبية لا تتعامل مع أصل المشكلة. يعني المشكلة أنه يكون هناك حل للمسألة السورية يجعل السوري ليس فقط يبقى على أرضه وإنما يعود إلى أرضه إذا كان قد تركها سواء إلى مصر أو إلى الخليج أو إلى أوروبا. إنما كل ده يعني هذه للأسف أن المفاوضين السوريين في جنيف اختلفوا حول الأولويات. طرف النظام الحاكم رئيس بشار الأسد يتكلم عن أنه الأولوية بالنسبة له مقاومة الإرهاب، المعارض تكلم على أنه الأولوية بالنسبة لها هي الملف الإنساني مع اللاجئين، وكأنه هذا الشكل هو المهم في الموضوع. الأهم من كل ده هو أن توقف هذه المعركة أو يوقف هذا الجنون الدائر على الأرض السورية، لأنه وقوده زي ما قلت حضرتك الوقود هو المواطن السوري، الوقود هو سوريا كدولة، الوقود هو سوريا كوطن. وأتمنى أنه القاهرة يكون لها دور، أرجع أقول لأنه لا توجد عاصمة الآن في العالم العربي وحتى بحكم التاريخ مؤهلة لأن يكون لها دور مهم في طرح حل حقيقي ورؤية واضحة ومعلنة من أجل إنقاذ الوطن السوري. ما أتكلمش عن النظام الحاكم، أتكلم عن إنقاذ وطن وإنقاذ أرض وإنقاذ شعب. تمام، بشكرك الأستاذ سليمان جودة الكاتب الصحفي على رؤيتك التحليلية لموضوعنا في حلقة اليوم من المشهد.
أشكركم أيضا مشاهدينا على حسن المتابعة. إلى اللقاء وموضوع آخر ومشهد جديد بإذن الله.